لما نيجي بقى نعمل خطوط جديده، احنا بنطور القديم ونعمل له الزواجات مش هننساه، وبنجدد فيه، نجيب جرارات جديده وعربيات جديده ورش جديده. ده الخطه الحاليه عشان ما حدش يقول ان احنا رايحين بنعمل قطار كهربائي جديد ومونريل جديد وال ار تي جديد وسايبين القديم. لا، ده انا بطور القديم الحالي، بطوره وبزوده اللي احنا فيه اشارات جديده ووحدات متحركه جديده، كل حاجه ومحطات جديده. طب لما اجي بقى النهارده اعمل للصعيد خط جديد اللي انا محتاجه، سواء نقل الركاب او نقل البضائع، اروح بقى للعالم كله رايح له ولا برضو اعمل قديم؟ لازم اروح للعالم رايح له. الكهربائي اسرع، الكهربائي حمولته اكتر، الكهربائي اقل تلويثا للبيئه، اقل تاثير على البيئه. كهرباء ما بيطلعش، احنا كل العالم رايح للنقل الاخضر واحنا لازم نكون منه. احنا مش اقل بقى من الباقيين، احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده وبقول لك النهارده، المغرب الشقيق عنده قطر كهربائي سريع من 2018. المملكه العربيه السعوديه، عندها، الامارات عندها، الامارات رغم رغم المساحات الاطوار القليله في الامارات ولكن عنده قطر سريع كهربائي. ده رايحين في قطر بقى الطياره اللي ماشي جوه تيوب. ده انا تاني سكه حلو في العالم. يبقى انا لازم اروح للجديد. طب نروح للجديد نعمل ايه؟ درسنا الشبكه، لان ان احنا محتاجين اربع ثلاث خطوط رئيسيه. كان الاول اربعه، ضفنا واحد على اثنين فبقوا ثلاث خطوط رئيسيه. السخنه، وليه هقول لحضرتك ليه السخنه؟ برقنا من السخنه. السخنه العاصمه الاداريه الجديده، القاهره الجديده، حلوان، اكتوبر، اسكندريه، برج العرب واسكندريه، ثم العلمين الجديده عشان مدينه العلمين الجديده، ثم مرسى مطروح. ده خط طوله 660 كيلو. قالوا مش هيخدم حد، ما فيش سكان ساكنه. نقول بقى السخنه ولا العاصمه. هقول لحضرتك على رابط التحرير. اولا هيخدم كل السكان اللي جايين من المناطق السخنه والسويس، لانه هيبدا من منطقه السويس الجديده. في مدينه انت يمكن سمعتوا عنها اليومين دول، احنا كنا طبعا عارفين، احنا عندنا التخطيط وعارفين احنا بنخدم على ايه. وسائل المواصلات عموما لازم تخدم على تجمعات تنمويه. تجمع تنموي يعني قايم على صناعه، يعني قايم على زراعه، يعني قايم على تجاره، يعني قايم على مينا، يعني قايم على سياحه. تجمع تنموي يعني مش ماشي في الجبل كده بجري وخلاص، لا، انا رابط السخنه حيث ميناء السخنه. الميناء السخنه ده هيبقى في خلال سنتين من اهم المواني، مش المصريه، اهم الموانئ على البحر الاحمر او في المنطقه العربيه كلها. ميناء السخنه دلوقتي كان فيه 2 كيلو 3 كيلو ارصفه، بنعمل فيه 12 كيلو ارصفه دلوقتي. بنعمل فيه بقى شبكه سكه حديد قديمه وجديده مكهربة، بنعمل فيه طرق، بنعمل. النهارده لما اكون عايز انقل الركاب اللي جايين من السويس الجديده والسخنه الى القاهره الجديده الى العاصمه الاداريه الجديده، اللي عايز يروح العاصمه الاداريه الجديده، عايز يروح اكتوبر، عايز يروح اسكندريه، عايز يروح العلمين الجديده، عايز يروح مطروح، هو كل ده مش بيمر على تجمعات سكانيه جديده، هو لازم يمشي جوه القاهره القديمه وجوه المنصوره القديمه وجوه اسكندريه. ما هو ده بيروح محرم ايه في اسكندريه؟ بيروح القاهره الجديده، بيروح العاصمه الجديده، بيروح حلوان و6 اكتوبر. اذا ده بيخدم ركاب جدا. طب بيخدم بضايع؟ ايوه، احنا لما حصل قناه السويس وقفت بس عشان المركب الجناح ست ايام الدنيا كلها اتدربكت. صحيح، لو انا عند القطار السريع اللي بيطلع بقى من السخنه ياخد الحاويات اللي جايه الكبيره دي على المراكب دي، دخلت السخنه حطت على القطر السريع وصل اسكندريه في ساعتين، سواء بقى في مشكله في قناه السويس او ما فيش مشكله، وفر لي نقل البضاعه، زود الانتاجيه، زود المحطات التداول. احنا بنقول احنا مصر عايزينها تبقى مركز تجاره عالمي ولوجستيات. ازاي؟ يعني يبقى عندك مواني متطوره، يبقى عندك طرق بريه متطوره، يبقى عندك سكك حديد متطوره، كل منافس بريه متطوره، نظام جمارك متطور، كل ده بيتم دلوقتي. قال انكم عملتوه من غير دراسات ومش هيجيب ثمن الدراسات بتاعه خط السخنه العالمين معموله من 2015 ومعموله الدقائق في 2016 اتنشر عليها نشر حر من 2018. خدنا احسن شركه في العالم، خدنا احسن مواصفات فنيه في العالم، خدنا اقل اسعار في العالم، خدنا حاجات تانية ممكن ما حدش سمع عنها. في حاجه اسمها عموله تامين مخاطر لما بتاخد قرض. الشركه الالمانيه دفعت عموله تامين المخاطر للبنوك الالمانيه العالميه اللي هتمول القرض. فتره السماح من السداد لمده 6 سنين، فتره تسديد القرض 14 سنه. مين اللي هيشتغل فيه؟ المصريين. شركات مصريه كلها بتشتغل دلوقتي في القطر السريع، اللي بيعمل الجسر، المعد عندهم معدات تكسير وصخور وانشاء جسر، اللي بيعمل المحطات مصريين، اللي بيعمل الاسوار مصريين، اللي هيشد الكهرباء بتاعته مصريين. كل دي شركات مصريه بتدور سوق العمل، بتفتح بيوت للمصريين. زائد يعني اذا القطار السريع لعائد اقتصادي، ده بدا من امبارح، ده بدا من ساعه ما بدات اشتغل فيه،
شغل الناس، شغل الشركات المصرية، شغل المصانع المصرية اللي بتنتج بقى الفلانكات واللي بتنتج القضبان واللي بتنتج كل الكلام ده، شركات مصرية بتشتغل فيه، المعدات المصرية اشتغلت. هل المسار بتاعه كله خلص او يشغل المسار بتاعه؟ احنا شغالين في المسار بتاعه النهاردة. امبارح صدرنا من مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة الألمانية. ان شاء الله خلال اسبوع اتنين هتلاقينا بنمضي التعاقد النهائي على النطاق العمل بتاعها. النطاق العمل بتاعها هتجيب القطرات، هتعمل الأنظمة، ولكن المرحلة اللي قبلها اللي هي الشركات المصرية برقت من شهر الثلاثة اللي فات، او من يمكن من شهر فبراير. من يوم ما وقعنا مذكرة التفاهم مع الشركة الألمانية، شركة سيمز الألمانية، بتشريف السيد رئيس الجمهورية، وعملنا مذكرة تفاهم في مجلس الوزراء. كلام ما بنخبيش حاجة، كلام منشور لكل العالم وكل الأهالي المصريين اللي هم يعنون بالأساس. الشركة الألمانية هتمضي العقد إن شاء الله قبل نهاية 30/6. يخلص إمتى؟ من يوم ما نمضي معهم العقد. أيوة. الخط اللي نمضي معاه العقد سنتين من يوم ما نمضي العقد، يعني هنمضي في شهر، هنقول في شهر 7 القادم. نعم. العقد بتاع السخنة مطروح. يخلص بعد سنتين. ليه؟ لان احنا شغالين بقالنا تقريبا 6 شهور في الجسور والكلام ده، هنسبق الشركه عشان نسلمها يعني 50 كيلو كل شهر 23. ان شاء الله باذن الله نكون بنسلم الخط الاول السخنه مطروح. طب الخط الثاني المهم بقى اللي هو هنا اللي احنا اللي هو سبب الكلام. لما لقينا الطاقه التشغيليه او نسبه المشغوليه بتاعه القطارات كبيره جدا، وجينا نعمل قطر، قلنا لا نعمله سريع وكهربائي عشان البيئه والانتاجيه والكلام ده كله. طب هل الصعيد او الطريق الحالي ده اللي احنا ماشيين عليه محتاج مؤهل ان احنا نحط جنبه شريط واثنين وثلاثه؟ لا. طلعت الابراهيميه والكلابيه على طول ملاصقه للشريط، والناحيه الثانيه اراضي زراعيه ومدن وقرى انتشرت على المسار. يعني اذا لو جيت اعمل جنبه هبهدل الدنيا ومش هقدر. عشان كده كنا من شويه بنتكلم في الحرم بتاع السكه الحديد، لازم نحافظ عليه. فجينا لقينا مسار الطريق الصعيد الصحراوي الغربي اللي احنا بنطوره دلوقتي، نخليه 6 حارات و6 حارات من القاهره حتى اسوان، بطول 1155 كيلو، وحضرتك هتشوف معانا النهارده. احنا عملنا عليه محاور النيل. محاور النيل دي محور كل 25 كيلو، يعني تقريبا كل مركز هنتكلم عليه، كل المراكز هنتكلم عليه ان شاء الله. لقينا المحاور دي واصله الطريق الصعيد الغربي. فقلنا طب احنا لو مشينا بالطريق ده، السكه الحديد الجديده دي، الكهرباء الحديثه الجميله دي، غرب الطريق الصعيد الصحراوي الغرب بقت ماشيه على طول في طريق سالك البلد، يعني كده مفيش تعرضات معاه، وفي نفس الوقت مربوط مع كل محافظات ومراكز الصعيد اللي هو ماشي شريط طولي على نهر النيل بالمحاور اللي بتربط معاها بمحطات القطار. يعني سعادتك هتلاقي محطات القطار السريع، محطه في صملوط، محطه في المنيا، محطه بني مزار، محطه ملاوي، كل مراكز المنيا مثلا، محطه في ديروت، في اسيوط، محطه في بوتيج، محطه في اسيوط نفسها. هتلاقي كل قصاد كل مركز وكل مدينه او محافظه في الصعيد هتلاقي محطه للقطار الكهربائي سواء اقليمي او سريع. والحته دي عايزه مهمه جدا اوضحها. اللي قالوا ايه؟ اصل انتوا بتعملوا قطر سريع للاغنياء. لا يا فندم، احنا بنعمل قطر سريع وقطر اقليمي. القطر الاقليمي اللي هو سرعته 160 كيلو، والقطر السريع اللي سرعته 230 250 كيلو، ده بتذكره وده بتذكره. طب كم قطر سريع وكم قطر اقليمي؟ يعني مثلا على طريق السخنه مطروح اللي احنا حسبنا كل حاجه دلوقتي، القطر السريع 10 قطرات. طب القطر الاقليمي 24 قطر، يعني تقريبا مرتين ونص. يعني اذا اقدر اشيل مرتين ونص من الاقليمي اللي هو بقى في المراكز اللي هم بيسموه قطر الغلابه. كلنا غلابه. بس هو كلام. مرتين ونص، يعني بعمل واحد سريع وواحد اقليمي طبعا على نفس الخط. على نفس الخط. هتلاقي حضرتك محطات المحطات السريع هتلاقي مع المحافظات، زي القطار الفي اي بي القديم اللي هنا. السكه دي هنا في القطار الفي اي بي اللي احنا اللي احنا راكبين فيه ده، بيركب بالظبط كده جيزه، منيا، بني سويف، اسيوط. ده ايه؟ ده في مراكز، وفي مراكز زي اللي احنا راكبينه بالظبط كده. هتلاقي بقى في القطر السريع في برضه محطات للقطار السريع قصاد المحافظات. محافظه اول واحده مثلا في اكتوبر، بعد كده في الفيوم، بعد كده ما بين الفيوم وبني سويف، ثم بعد كده في المنيا، ثم بعد كده في اسيوط وسوهاج، فهنا في الاقصر لحد اسوان. طب القطار الاقليمي ريجيونال هيبقى فين؟ هيبقى بقى في المراكز، في ابو قرقاص وفي صملوط وفي كل مركز. اذا انا خدمت الاثنين، خدمت الغني اللي عايز يركب القطر السريع، وخدمت اللي هو بتسموه الغلبان اللي هيركب القطر الاقليمي. طب هو حرام ان انا اخدم الغني؟ الغني ده ما هو اللي بيشغل الفقير.
الاقل دخلا ده بيشتغل فين؟ بيشتغل في مصنع عامله الراجل الغني، بيشتغل في فندق عامله الراجل الغني، بيشتغل في مزرعه عاملها الراجل الغني. اذا هو الغني ده ما هو السب، ده بالعكس الغني ده لما احنا بنستفيد منه زي ما بيحصل دلوقتي بيعمل مشروعات استثماريه، بيعمل سواء بقى زراعه سواء صناعه سواء كذا، بيفيد اللي عايز يشتغل. نعم. بيفتح سوق للعمل. اذا الغني دي مش سب وما هوش. هربط القطار السريع الصعيد بالمدن والمراكز والقرى ازاي؟ ولا مفيش ربط؟ لا في، ما انا قلت يعني لحضرتك لو انا مثلا ديروط مثلا كويس. لو انا هتكلم على ديروط عندي طريق غربي وهيكون جنبه القطر ده كويس، هربطه ازاي عشان الناس تقدر انا تحرك. عندي في ديروط محور اسمه محور ديروط اللي حضرتك هتشوفه النهارده. في صملوط محور اسمه محور صملوط. رابط من طريق الصعيد الغربي حتى طريق الصعيد الصحراوي الشرقي. نعم. الكريمات لحد ده غير الكريمات، ده الطريق الجيش. رابط الاثنين. رابط الصعيد الغربي اللي هو كريمات، الصعيد الصحراوي الشرقي اللي هو كريمات. ورابط الصعيد الحر اللي هو طريق الجيش. اذا رابط ايه؟ رابط خمس طرق رئيسيه ببعض. طريق الصعيد الصحراوي الغربي زائد طريق الصعيد الزراعي الغربي زائد طريق الصعيد الزراعي الشرقي زائد الصعيد الصحراوي الشرقي اللي هو كريمات. زائد طريق الجيش. محور رابط كل الكلام ده زي ما حضرتك هتشوف دلوقتي. ده واصل فين؟ واصل عند محطه القطار السريع الاقليميه بتاعه ديروت او بتاعه ابو قرقاص او بتاعه صملوط او بتاعه الفاشن او بتاعه بيبا. كل المراكز دي المحاور دي هتبقى رابطه بالقطار السريع بالظبط كده هيتعمل. طب القطار السريع بتاع الصعيد هو للصعيد بس؟ لا، ده انا رابطه من اكتوبر رابطه مع السخنه مطروح. يعني اللي عايز يجي من السخنه يروح اسوان هيجي من السخنه لاكتوبر يغير في القطر اللي رايح او يركب نفس القطر طبقا لخطه التشغيل. هلاقي في قطر جاي من السخنه رايح في تبادلي وفي مستمر. التبادلي ده ممكن يبقى الاقليمي، المستمر ممكن اطلع قطر من السخنه او من اسكندريه او من مطروح للصعيد. رايح لاسوان. زي ما انا عندي دلوقتي، قطر مشغله من اسكندريه لاسوان. طب يجي ازاي؟ بيعدي على القاهره. يا اما هو بقى مباشر السريع يا اما بينزل في القاهره في القطر الاقليمي بتاع القاهره ويركب يروح اسوان. فاذا هيبقى عندي جاي من السخنه او مطروح عايز يروح اسوان هيلاقي قطر يطلع بيه على طول لحد اسوان او ينزل يبدل فيه 6 اكتوبر القطر الاقليمي ويروح برضو الى اسوان.